رئيس الوزراء يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي. الداخلية تضبط عنصراً بالمنيا لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة. في تقرير مصور لها شبكة CNN العالمية تسلط الضوء على أهمية قناة السويس كممر مائي استراتيجي في العالم. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي. ورصد التقرير أكثر من 250 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين خلال الشهر الماضي. وأشار التقرير إلى صدور 34 قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى الاستجابة لشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل بتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وصلت إلى ميناء الإسكندرية الغواصة S-43 ألمانية الصنع لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوما بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. وتعد الغواصة S-43 مع مثيلتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا. وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11,000 ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو مترا على الساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء. وتضم الغواصة 8 أنابيب توربيد ومخزنا يسع 14 توربيدا، مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. وأليق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الأسكندرية،
أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترساناتها البحرية. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة المنيا، وذلك لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة بلغت 123 مليون تقريبا، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا العنصر الإجرامي. واصلت وزارة الداخلية جهودها في تأمين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. يستغل البعض انشغال الدولة بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا للتعدي على أملاك الدولة بالبناء، لكن الدولة تتصدى لهم بكل حسم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. من هنا توجه أجهزة وزارة الداخلية حملات متواصلة على مستوى الجمهورية لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وكذا الرقعة الزراعية، وذلك تنسيقا مع الأجهزة الإدارية المعنية بكل محافظة. تعديات تهاوت أمام لوادر إنفاذ القانون وتنوعت ما بين مباني وأسوار مخالفة تم تسويتها بالأرض في رسالة ردع من الدولة تجاه كل من يتعدى على أملاكها والأراضي الزراعية. فالدولة عازمة على استرداد أملاكها ولن تتهاون مع أي تعدي عليها أو مع مخالفات البناء العشوائي. أيضا نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات بالجيزة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. خلال مداهمة الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بالجيزة، تم ضبط 5 وحدات معالجة مركزية عليها برامج وأفلام ومسلسلات منسوخة ومقلدة وتستخدم في أعمال المونتاج دون إذن، وضبط كاميرات ومعدات بث. المخالفات تضمنت إقامة قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ودون موافقة من الهيئة الوطنية للإعلام، ورفع محتوى إلكتروني على الإنترنت وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعي المصري، إضافة إلى عرض وبيع سلع مجهولة المصدر. سلطت شبكة CNN العالمية الأمريكية الضوء على قناة السويس باعتبارها أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، وأبرز تقرير مصور للشبكة الأمريكية أهمية المنطقة الحرة الاقتصادية، موضحة أن المنطقة توفر الكثير من الخدمات منخفضة التكاليف. كما أبرز التقرير أن الشركة العالمية التي تدير الميناء الأكبر في قناة السويس يبلغ حجم استثماراتها 1.6 مليار دولار. وأشار التقرير أيضا أن الميناء لم يكن مستغلا اقتصاديا من قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية، موضحا أن تطوير الميناء بجانب مشروعات تحديث وتوسعة قناة السويس قد ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.